الأول طبعا أنا بحيي وبشكر صديقي وحبيبي محمود بشامي، وطبعا سيادة اللواء ثروت سويلم وجميع أعضاء اتحاد الكرة وجميع أعضاء اتحاد الرابطة. لكن أنا بقول أتمنى من جوايا والنادي الأهلي يتمنى أن رابطة الأندية المحترفة تكون ليها دور ومسؤولية، وتكون مفيش شك تبقى تحت الأمبريلا بتاع اتحاد الكرة، لكن ليها مسؤولياتها وليها هي صلاحيات، وإلا يبقى احنا أنا آسف بقول بننفخ في قربة مقطوع. في معايير الاتحاد الدولي بيحطها لرخص الأندية، كل ده لابد ان هو يكون تحت اشراف اتحاد الكوره طبعا، لكن لابد ان الانديه ورابطه الانديه المحترفه تكون ليها مسؤولياتها وتكون ليها السي في هذا الكلام. وده طبعا مش احنا مش ما بنخ يعني ما بنخترعش الذره، احنا بنمشي على الناس وصلوا لايه واحنا نبتدي، يعني احنا عايزين نبدا من حيث انتهى الاخرين. التحفظ الوحيد في حته الفان اي دي عندي، الفان اي دي هي بتبقى في بطولة أو كومبيتيشن أو حاجة واحدة، لأن هي كبيرة. إحنا بنقول إيه؟ إحنا عايزين نعمل كارت زي كارت زي الكريدت كارد، تحطه في محفظتك، عارف زي حضرتك؟ تبقى حاجة ماشية معاه على طول. هو كده يعني حاجة. بالظبط كده. بالظبط كده. ده بالظبط اللي إحنا إن شاء الله هنطوي يعني. ده اللي إحنا عاملينه. إحنا عاملينه الحقيقة. الأساس في الموضوع إن بيبقى في قاعدة بيانات كبيرة الناس بتخش عليها من خلال الويب سايت. هذه البيانات بتروح للجهات، عشان زي ما قلنا ومصطفى بيه عزام قال ويمكن محمود بيه الشامي قال، إحنا مش عايزين حد يكون مش مرغوب فيه يخش الاستاد. أنا مش بس كده، لسلامة المنشأة الناس بتوع الأمن، لأن أنا بقول إن النادي لابد يكون مسؤول، يعني النهاردة النادي هو المسؤول عن المنتج بتاعه في عقر داره. طالما الأهلي أو الزمالك بيستضيف نادي، يبقى لابد تنظيم المباريات ومسؤولية النادي في الموضوع ده. فاحنا يعني زي ما قال المصطفى بيه عزام، كل الخطوات بتاعة ان احنا نبقى متأكدين وعارفين مين دخل في الاستاد، هو ده الأساس. احنا مش بس كده، احنا شركة الامن بتاعتنا بتبقى معاها زي، مش عايز اقول لابتوب، بتبقى تابلت. التابلت ده حضرتك بيخش بيعمل سكان بالصورة، يعني يقدر يشوف الصورة بتاعت الشخص اللي داخل، بحيث ان مفيش حد يقدر يشتري، لان شراء التذاكر هيبقى مرتبط ارتباط كلي وجزئي بالفان اي دي، او مش الفان اي دي اللي هي كارت اهلاوي. كارت اهلاوي مش بس هيبقى لمباريات كرة القدم، هيبقى مفتوح للتمرين، هيبقى مفتوح لكل المباريات اللي بينظمها النادي الأهلي، وكل الحاجات الحفلات أو أي حاجة بينظمها النادي الأهلي. ليه؟ عشان نبقى عايزين نعرف من اللي هيخش، ولازم يكون في نظام صارم، ولازم القانون يطبق، بحيث ان احنا مش عايزين في الاخر، لان انت هتبقى مسؤوليه النادي، فانا عايز ابقى متاكد ان اللي داخل ده داخل مظبوط وهيشتغل، او يعني هيعمل اللي احنا عايزينه او مبادئ النادي ده. الحاجه الاساسيه كمان اللي احنا عاملينها ان شركه الامن اللي احنا متعاقدين معاها انتجريتد، او هي داخله مع السوفت وير او الشركه بتاعه السوفت وير اللي عامله الكارت اهلاوي، هيبقى فيه بورتبل او هيبقى فيه كاميرات متنقله بتبقى موجوده في الاماكن بتاعه الجمهور. وحاجه عايز اقولها برضو، اما يبقى عندي استاد فيه 40 مدخل، ازاي ليه اعمل مدخلين بس الناس تخش منه؟ ما هو ده اللي بيعمل تكدس، وده هو اللي في الاخر بيعمل زهق، وبيعمل خلي بالك ان 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 مزاج المشجع وهو داخل لو لقى معامله ادميه، ولو لقى ان هو ميسر ان هو دخول، دي برضو بتديله مزاج كويس ان هو يخش الاستاد، بيبقى عايز بيشجع، ما يبقاش داخل اصلا قرفان اي حاجه ممكن تخليه يتنرفز او يعمل حاجه غير مظبوطة أمنية.